أولا فيما يخص تدبير الجائحة بالنسبة لبلادنا، في البداية ديال ظهور هذه الجائحة اللي هي جائحة عالمية، يعني كان هناك ارتباك من قبل يعني الحكومة المغربية، وكان ممكن أننا نتفهموا في البداية الارتباك، واللي جعل أنه ذاك الشروط الاحترازية كانت يعني صعبة، وكانت اعتقالات، وكان حجر صحي، وكان تعطيل الاقتصاد، وكان كذلك تفرضت على المواطنات والمواطنين الجواز ديال التلقيح، يعني بطريقة اللي هي جات مستمرة تطبيقا لهذاك القانون ديال الطوارئ اللي تحدث في 20 مارس 2020، واللي عطى الحكومة إمكانية أنها ببلاغات أنها يمكن لها تدبر، ولكن التدبير احنا بالنسبة لنا كان بواحد السلطوية، لأنه تجاوز الدستور، تجاوز القوانين، تجاوز القانون الداخلي يعني ديال البرلمان، وأنه تفرض جواز التلقيح لولوج كل هالمرافق ضمنها البرلمان، وهذا الشيء حرمني من يعني تواجد داخل البرلمان، لأن ماشي معينة في واحد المنصب، ولكنني منتخبة من قبل واحد الجانب ديال الشعب كينتظر مني باش ندافع على هذاك الوجهة نظر اللي هي المشروع ديالنا البديل من أجل المغرب ديمقراطي، ما فيش الفساد، فيه العدالة الاجتماعية والمناطقية، فيه المواطنة، مجتمع ديال العلم والمعرفة. إذا تحرمت مؤخرا كنشوفوا كاين نوع من الانفراج في هذه التدابير الاحترازية اللي دارها المغرب، وحتى على المستوى العالمي، لأنه اليوم العلماء كيقولوا بأنه هذا الفيروس غادي نبقاو نتعاملوا معاه بحال شي فيروس عادي، الفيروس ديال الزكام ولا غيره، وما بقاش ضرورة باش نفرضوا جواز التلقيح ولا بزاف ديال الشروط باش الناس توصل للمرافق. ولهذا فالدعوة الأخيرة اللي توجهت لي من البرلمان كباقي البرلمانيات والبرلمانيين، جاء بأنه ينهي السيد رئيس البرلمان بأنه كاين هناك جلسة عامة، ولكن ما كتبوش فيها كما جرت العادة بأنه لا بد من تقديم جواز تلقيح. وبعد الاتصال بهم أكدوا لي بأنه لم يعد هناك من حاجة لتقديم جواز تلقيح، وأنه غادي ندخل بـ PCR نيجاتيف.